السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير ومبروك عليكم هذا الشهر المبارك العظيم. تبارك الله، كيكثروا فيه الوصفات، كيكثروا فيه بزاف ديال الحوايج. واليوم بغيت ندير انا وياكم واحد الوصفه ديال البريوات ديال اللوز بطريقه مختلفه، ساهلين ما فيهمش تماره. كتعرفوا ان التنقيه ديالو، الغسيل، داك السليق ديالو هو اللي فيه اللي بعدا كيعكزوا باش يدير البريوات. انا جبت لكم واحد الطريقه اللي ساهله، ما فيها لا تنقيه لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الكميه، هنا تقريبا نص كيلو ديال اللوز، ما محمر ما حتى شي حاجه، مسحته مزيان واحد الزيف اللي هو نقي وخليته، ودرت معاه هاد الحبيبات اللي مقشرين، اللي هكا محطوطين في الماء طيب ومقشرين، غادي نقليه هكا بقشوره. درت ليهم هادو باش نعرف الدرجه اللي وصل لها ديال القليان. ملي غيبداو يتحمروا هادو صافي غنعرف ان هذا حتى هذا تحمر، يعني ما يمكنش ندير اللوز بوحدو، ما غاديش نعرف امتى دخل ليه الطياب. درت ليه هادو اللي منقيين، بقاو معنا ان شاء الله. درت شويه الزيت هنا وغادي نحطو كامل، انا يعني قلت لكم غير نص كيلو ماشي شي حاجه كثيره. ضروري ديروا دوك الحبيبات المقشرين، ديروا عليهم شويه الماء طيب ونقشروهم وديروا معاهم باش كتعرفوا باش ما يتحرقش لكم اللوز، باش تعرفوا اللوز واش طاب ولا لا. والتحريك باستمرار، يعني نحركوا باش اللوزه كطيب كامله من الفوق ومن التحت. انا ناقصه البوطه لان الزيت سخنات، نورمالمون خصني نديرو في الزيت بارد، سخنات ليا الزيت. ملي كنبقى نحرك نشوف هاد اللوزات هما الشمر باقي مبيضين. هاد البريوات ديال هاد اللوز اللي بقشورو راه صراحه كيجيو بنان، يعني اللي داقهم اللي جربهم وداقهم والله الا ما غيبقاش ينقي اللوز، غتعود مباشره تمسحو وتقليه، كيجيو روعه روعه، كيجيو بنان. هانتوما هاو تحمرو، هانتوما شوفوا هاد اللوزه صافي تحمرات، يعني هذا هو الجلد ديالها، صافي بركه عليهم. نقرب ليكم، شتي ها هما، يعني حتى الداخل غيكون تحمر. صافي هادي الكونتيتي اللي عندي، راه عندي غير نص كيلو كل واحد، لان غندي غير بروات صغيورين هكا كتشهام في رمضان. المهم انا غنخليهم يبردوا عاد ندوز نطحنهم. صافي انا درتو في هاد الفرامه اول مره، يعني ملي كنطحنو الطحنه الاولى كنديرو في هاد الفرامه، هي اللي كنهرسو بها في الاول قبل ما ندير ليه السكر كلاصي اولا السنيده. انا بحال كندير غير السكر كلاصي، ما كاينش مشكل في السنيده. شتو الطحنه الاولى؟ ها هي الطحنه الاولى كنديرها في هادي. هانتوما كما كتشوفوا طحنتو، يعني ماشي طحنتو غير فرمتو بهادي. صافي غنزيد عليه دابا هي السنيده. انا نورمالمون كنزيد السكر كلاصي. هنا درت تقريبا عندي جوج زلافات ديال اللوز، غندير زلافه ديال السكر. هانتوما كتشوفوا زدت زلافه، يعني العباره عندي جوج زلافات، زدتهم زلافه. الناس اللي ما عندهمش الميزان، اما اللي عنده الميزان نص كيلو غديروا معاه ربعه كيلو، غديروا معاه نص كيلو ديال السكر، ديما السكر نصف الكميه ديال اللوز. صافي دابا غادي نوجد العقده ديالي، غنطحنها كامله. هما كيجي معجن، يعني باقا ما درت ليه حتى حاجه، غير السكر
اللوز ما درت لا ما زهر لا زبده لا حتى شي حاجه. انا وجدت العقده ديالي كما العاده، راك عارفين اشنو كيكون فيها، ما فيها بس نعودو غندير فيها واحد المعلقه ديال ما زهر اللي عنده الروح افضل، ندير فيها واحد شويه القرفه لان اللوز ريحته مجهده بزاف، نهرسوا ليه الريحه، واحد شويه الكونفيتير باش كتجي ديك التعليكه، كندير واحد هكا معلقه الزبده ذايبه، صافي كنبدا ميلونجي كلشي. انا غندير ايدي باش نتحكم فيها، انا عارفه العقده خاصها تخدم شويه. صافي كنبدا دابا نزيد ما زهر بشويه بشويه حتى كتجمع ليا. صافي انا جمعتها، غادي نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها بما وجدت الورقه ديالي وجدت كاع داكشي غادي نحتاج ونبدا نكور فيها. هانتوما كتشوفوا انا كورت هادو اللوز، وجدت البلاطو اللي غادي نسرح فيه، والورقه طبيعه الحال اللي غنحتاج. خديت غير الورقه العاديه يعني ديال السوق ماشي الفيلو ولا شي حاجه اخرى. صافي هنا كنطنيها كنبدا نقطعها، حيد هاد الشنيبات اللي ما غاديش نحتاج ولكن ما يتلاحوش، هادو كنخليهم هكا في الفريكو شي نهار درتو في سطيله كبيره ولا شي حاجه كنزوقو بها. انا غنديرو مبريوات متوسطين يعني على هاد الحجم، صافي كنسرحها. كنحيد هاد الزوائد ما نكثرش الدورات بزاف، بطبيعه الحال غنحتاجو كولا ديال المطبخ المعروفه عندنا اللي هي الدقيق والماء ديال كولا ديال الكوزينه. نجيب معكم واحده اخرى،
صافي انا كملت الكونتيتي اللي عندي هي. درت الزيت كتسخن كنحط فيها، كناخد عود هو اللي كندور به باش كطيب ليا من جميع الجوايف خطره واحده. درت انا الكميله كبيره باش ندير قليه واحده ما نبقاش معطله، والعسل درتو فواحد الكميله حتى هو كبيره باش كندير البريوات كاملين فيها، يعني كنجمع البريوات كاملين في هذيك الكميله وكنخلي تقريبا واحد نص ساعه حتى ل 45 دقيقه حتى كتشرب ليا العسل مزيان صافي، وكنصفيها وكنخليها تصفى. كنبقى دائما مره ندور باش كيطيبوا ليا كيكون من كل شيء جميع الجوان كيطيبوا دابا الحال عافيه، يعني هي متوسطه قريب تكون مهيله. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا باللوز بقشورو، المذاق ديالها ما غنقولش لكم حتى تجربوها وخليو لي الاراء ديالكم. صراحه كتجي غزاله وما فيهاش تمره ديال التنقيه ديال اللوز، وكيجي المذاق مختلف ومغاير وفيه المذاق ديال اللوز مجهد، يعني كيجي زوين. كنتمنى تجربوها، ولو وصلتوا حتى لهذا المقطع ما تنساوش ديروا جيم جيم جيم. نحل معكم وحده شوفوها كي دايره، سمعوا التقرميشه يعني كتجي غزاله غزاله غزاله، مذاقها خطير. كنتمنى تجربوها وتبارطاجوها مع الاصدقاء، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد باذن الله.